في سابقة هي الأولى من نوعها، تنافس مترشح الأفلان على رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان مع 3 مترشحين آخرين ممثلين لكل من تحالف حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وطبقا لأحكام القانون الداخلي للمجلس، كان الاقتراع السري هو الفيصل في اختيار رئيس الهيئة، حيث انتخب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة رئيسا بالأغلبية الساحقة. لقد منحنا الشعب ثقته لتمثيله أحسن تمثيل والدفاع عن قضاياه، لذلك أدعوكم لتعزيز العلاقة مع المواطنين والتواصل الدائم معهم لتحسس انشغالاتهم وتطلعاتهم، كما يتعين علينا متابعة تطور الحياة السياسية والاقتصادية وممارسة المراقبة الشعبية على عمل الحكومة بالآليات التي يخولها لنا الدستور. وعن آمال النواب الذين أثبتت عضويتهم خلال الجلسة الافتتاحية، طبقا لأحكام الدستور يتحدث عدد منهم: أهم المشاريع للقوانين المستعجلة اليوم هو تغيير النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لأنها تجاوزه الزمن من جهة، وإعطاء صلاحية واسعة للنواب كي يقوموا بدورهم. نحن نأمل أن العهدة البرلمانية هذه القادمة إن شاء الله كما قلت نكرس فيها العمل الديمقراطي ونطوره كذلك، ونحافظ على هذا المكسب الذي نظرت من أجله كثير من الفئات. نعمل على وضع المبادرات التي قررناها على مستوى الأمانة الوطنية التي تخص إنشاء هيئة مستقلة للتحري حول تسيير الريزونس تاع الدفاع، وكذلك مشروع قانون لليميتاسيون تاع الحصانة تاع المغرب. وهكذا تختتم أشغال الجلسة الأولى للفترة التشريعية الثامنة في انتظار تشكيل لجان المجلس واستئناف الأشغال لمناقشة عديد القوانين الموجودة على رفوف المجلس.